اهلا وسهلا البنات، ومرحبا بكم معايا اليوم في لايف جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما كتعرفوا مجوهرات فاتين ديما جديد. نتمنى اللايف يكون دايز واعر. ما تنسوش البنات بارطاجيو اللايف. غادي نبدا لكم اول حاجه بلاشين بوندونتيف مع لي بوكل. كيف ما كتشوفوا معايا لابساهم لكم، كيجيو غزالين البنات. هادو دي موديل جداد، كيجيو على شكل لوزه اون فير، كيجي رائعين البنات. لاشين بوندونتيف مع لي بوكل، الثمن ديال لاشين 1300 درهم، لي بوكل حتى هما 1300 اللي هي 26000 ريال. شوفوا اللبسه ديالهم كيفاش كتجي، كتجي خطيره خطيره البنات. نتمنى تكون واضحه لكم مزيان. اي حاجه بغيتوها ما عليكم غير ديروا سكرين نيمور الواتساب ديالنا اللي هو 07 00 79 77 71. مرحبا، الف مرحبا. خليو لنا الميساج ديالكم في لافوتو ديال لارتيكل اللي بغيتو، السميه، الكنيه، لادريس، وحتى نيمور التليفون باش دوز لا كوموند ديالكم في اسرع وقت. ولابسه ليكم معها حتى هاد الشوكر، هادي كتجي غزاله فيها هاد لي سيركل، هادو كتجي رائعه البنات. كيف ما كتشوفوا اللبسه ديالها كتجي خطيره خطيره. الثمن ديالها فقط 700 درهم اللي هي 14000 ريال. فدوى نزار، سلام زيونس، على سلامتك نورتي، لا يخطيك فدوى، شكرا لك بزاف. نور لوبنا مرحبا، سلام اختي عافاك، عندك كورميطا ديال لي بيبي؟ وي كاينين لي كورميط، انا غادي نوريك دي موديل. ولابسه ليكم حتى هاد لاباك، هذا كيجي خطير. شوفوا البنات اللبسه ديالو كتجي رائعه، انا غادي نبين لكم مزيان فوالا كيفاش كيجي. الثمن ديالو فقط 1400 درهم اللي هي 28000 ريال البنات، مع لاباك ديال كارتي الثمن ديالو فقط غير 600 درهم اللي هي 12000 ريال. بالنسبه هاد لاباك هذا واخا الثمن ديالو 600 درهم راه كيجي صحيح البنات وشاد فراسو. شوفوا كيفاش كيجيو حتى في اللبسه ديالهم كيجيو خطيرين البنات. هذا 1400 درهم اللي هي 28000 ريال، وبطبيعه الحال لاباك ديال كارتير غني عن التعريف الثمن ديالو فقط 600 درهم اللي هي 12000 ريال. ومحبوبه الجماهير لا غورميت ديال خريشات فوالا كيفاش كتجي. لاشين ديالها ديال شوبار اللي غليظه، فيها ديبوندونتيف اللي صحاح بطبيعه الحال الصح والعمل. الثمن ديالها فقط 2300 درهم اللي هي 46000 ريال. سعيده تاجي اهلا وسهلا، شكرا لك بزاف ساره سعد، الله يخطيك. ولي خداهم بجوج، ما عرفتش السنه علاش كتكلمي بالضبط. فوالا البنات لابسه ليكم هاد سوليتير، هذا شوفوا كيفاش كيجي باين في اليد، كيجي رائع في هاد النونه، هادي كيجي خطير. الثمن ديالو فقط 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. البنات ما تنساوش بارطاجيو اللايف. فوالا كيفاش كتجي، نشوف هادي ما عرفتش شعب بزاف. الثمن ديالو فقط 1000 درهم اللي هي 20000 ريال، كيجي رائع. لابسه ليكم حتى الخلخال ديال الخميسه، شوفوا اللبسه وكتجي نازله منهم هاد الخميسه، هادي كيجي رائعه البنات. الثمن ديالو فقط 1300 درهم البنات، راه رجع الثمن ديالو اللي اون برومو 1300 اللي هي 26000 ريال. مساء الورد عزيزه عزيزه، كل عيد مرأة وانت اعز واجمل، شكرا لك بزاف. بيناليس بابيل الله يخطيك، عيد مرأة سعيد البنات. فاتي فاتي نورا مرحبا بك، صفاء علوش اهلا وسهلا البنات. ما تنساوش بارطاجيو اللايف باش كاع الناس يستافدوا من هاد لابخومو. بزاف ديال الناس كيسولوا على هاد لونسومبل هذا في الخضر، حاليا نقول لكم البنات راه دخل ستوك ومازال كاين حتى في الغوز. فوالا الموديل في الغوز كيفاش كيجي، نتمنى يكون واضح لكم مزيان. في الغوز وفي الفير، الثمن ديال سنيزه 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. الخاتم بشحال؟ بالنسبه هاد لاباك هذا الثمن ديالو 1400 درهم اللي هي 26000 ريال، وهذا ديال الكارتي 600 درهم اللي هي 12000 ريال. فوالا لي موديل البنات، حاولوا ديروا ليهم سكرين. الثمن ديال كل حاجه 1300 اللي هي 26000 ريال البنات، حاولوا تستافدوا من هاد لا برومو هادي اللي غزاله. فوالا كيفاش كتجي، كتجي خطيره خطيره البنات حتى في اللبسه ديالها. كوغميت راتكو ديال العنق 12 غرام، شحال دايره حاليا اللي كاينه في ستوك؟ تقريبا فيها 11 غرام. عطيني ديال راتكو اللي كان مازاله في ستوك. السلام عليكم، بالنسبه لبنات لي كومونتير كيطلعوا بالزربه. السلام عليكم اختي، شحال السنسله والحلقات اللي لابسه؟ كل حاجه البنات الثمن ديالها 1300 اللي هي 26000 ريال. لي كومونتير لي كومونتير الكوغميت اللي في يدك، شكرا. بالنسبه لا كوغميت اللي لابسه انا ديال خريشات، الثمن ديالها 2300 درهم اللي هي 46000 ريال. فوالا راه ممكن تسديها في اي عوينه بغيتي على حساب اليد ديالك.
ومالك شكرا لك بزاف سعاد لول حكيم مرحبا الف مرحبا. داك لاباك اللي في يديك بالنسبه هاد لاباك هذا صراحه انا حمقني البنات الثمن ديالو غير 1400 درهم اللي هي 28000 ريال مع لاباك ديال كارتي هذا الثمن ديالو اللي ما يمكنش 600 درهم اللي هي 12000 ريال وهاد السوليتير هذا الثمن ديالو فقط 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. بالنسبه لا شيبوندونتيف ولي بوك اللي لابسه كل حاجه الثمن ديالها 1300 اللي هي 26000 ريال البنات. سلام عزيزة على سلامك ديال البنوتة ام اريج هلا يخطيك شكرا لك بزاف الحمد لله وصلتني لا كوموند غزالة شكرا بغيت خاتم ولكن ما عرفش لابار اللي نصيفط لكم. فاطمة الزهراء بصحة وراحة طريقة ديال الخاتم راها سهلة البنات غير صيفطنا ميساج اون بريفي حنا غنصيفط لك الطريقة اسهل ما يكون. اختي سنيسة اللي مقبوطة على العنق بالنسبة اميمة هذه راه شوكر الثمن ديالها 700 درهم اللي هي 14000 ريال كتجي في اللبسة ديالها خطيرة بغيت خواتم ديال الزواج. اهلا واهلا وسهلا زوزة مرحبا الف مرحبا غادي نوريك لي موديل. سلام كنزة السنسلة اللي لاصقة في العنق بشحال. منى الثمن ديالها 700 درهم اللي هي 14000 ريال. ام الاء مرحبا بكم البنات كاملين وغادي نوريكم دابا لي باك غنبدا لكم اول حاجه بلي دومي دوا فوالا شفري اليد شفري شفاره فوالا البنات دومي دوا كيف ما كتشوفوا معايا كاين شانيل وكاين ديال فيتون الثمن ديالهم غير 600 درهم اللي هي 12000 ريال. شوفوا اللبسه ديالهم كيفاش كتجي البنات ما تنساوش اي حاجه بغيتوها ما عليكم غير ديروا سكرين نيمو الواتساب ديالنا راه ديجا ابانغلي اللي هو 07 00 79 77 71 خليونا لا فوتو ديال لاختيك اللي بغيتو السميه الكنيه لادريس وحتى نيمورو التليفون باش دوز لا كوموند ديالكم في اسرع وقت. العبار باش نعرف العبار الخاتم داكو انا غادي نوريكم البنات الطريقه غتاخدي شي خاتم كيجي قدك غتاخدي مسطره غتحطيه هنايا فوق الخاتم تعبري القطر ديالو صوري وصيفطي لينا وحنا غادي نعرفوا القياس ديالك شحال. مرحبا الف مرحبا الناس يلا تحقوا بينا جداد فوالا البنات دومي دوا الثمن ديالهم فقط 600 درهم اللي هي 12000 ريال. كاين ديال شانيل وكاين ديال ويفيتون اللبسه ديالهم كتجي خطيره على هذا الشكل هذا. سلام زين كي دايره لاباس لاباس عيد مرأة سعيد ليك البنات كاملين. ام هبه لاله يخطيك شكرا لكم بزاف البنات غزاله تبارك الله عليك بغيتك توريني بغاز لي ديزاين غورميت من الفوق غورميت داكوغ مريم انا غادي نوريك دي موديل ودابا غنكملوا لي باك غادي نوريكم اون باك كيجي غزال فوالا شوفوا هاد لاباك هذا شوفوا البنات كيفاش كيجي غنحيد هاد السوليتير هذا. بالنسبه هذا البنات الثمن ديالو فقط 1000 درهم اللي هي 20000 ريال حاليا راه اون برومو كيجي بين وعاطي العين. الصوره ما واضحاش مزيان الصوره ما واضحه شوفي ايمن واش واضحه ليك مزيان الصوره لي كومونتير كيطلعوا لي بزاف السلام اختي شحال البغاسلي اللي دايره بالدرهم. بالنسبه هذه سميره رحي الثمن ديالها 2300 اللي هي 26000 ريال ولابسه لكم طبيعه الحال الخلخال ديال الخميسه صافي يمكن شي بوله انا اصلا برزطاتني هذه وقيل الخلخال ديال الخميسه الثمن ديالها 1300 درهم اللي هي 26000 ريال صافي دابا مزيان دابا نتمنى يكون واضح لكم مزيان. سلام لاباس عليك شحال ما شفتك ولدتي زينوي حسنا شحال هادي ام اريج لهلا يخطيك شكرا ليك بزاف 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 شحال اختي الخاتم اللي في يديك. بالنسبه لي باك اللي لابسه لكم انا اليوم كاين هذا الصراحه خطيره البنات وصحيح الثمن ديالو فقط 1400 اللي هي 28000 ريال هذا 600 درهم وبالنسبه هاد لاباك هذا الثمن ديالو فقط 1400 حتى هو اللي هي 28000 ريال بشحال غورميت اللي لابسه. بالنسبه هاد لا غورميت الثمن ديالها 46000 ريال راه ممكن تسديها في اي عوينه بغيتي على حساب اليد ديالك فوالا كيفاش كيجي ممكن تلبسيه في اي صبع بغيتي انا بغيت نوريه لكم هنا على حساب القياس الثمن ديالو فقط 1400 اللي هي 28000 ريال. الصوره واضحه مضبه الصوره واضحه واش غنبداو من اول وجديد تاني وريني عافاك سلسله خاويه في حدود 2000 درهم سلسله خاويه في حدود 2000 درهم هي كاينه اي بي كاينه الكورميت ولكن الاي بي ما غتكونش بهذا الثمن 2000 درهم غتكون زايده شويه مزيان دابا سي بون السلسله اللي في عنقك. بالنسبه هذه اللي فيها حجره في الفيغ الثمن ديالها 1300 اللي هي 26000 ريال وهذا الشوكر هذه الثمن ديالها فقط 700 درهم هذه البنات راها معروفه الشوكر ديال 700 اون برومو
شكرا في دول اللي يخطيكم. فوالا لا باك نتمنى يكون واضح ليكم مزيان. الثمن ديالو فقط 1400 اللي هي 28000 ريال. وغنوريكم دي باك فوالا. هادو شوفوا البنات كاين هاد الوريده، هذا صراحه عجبني الوريده مع الخميسه، الثمن ديالهم فقط 600 درهم اللي هي 12000 ريال. وريني يدك اللي فيها الخاتم 600 درهم سكرينيا. مرحبا فوالا البنات غنخليكم باش تسكرينيو. وبالنسبه هاد لي باك هادو، هاد جوج دو باك الثمن ديالهم فقط 600 درهم اللي هي 12000 ريال. كاين شي برومو اللي كتاخذ شي حاجه تبقى 500 درهم. لا حبيبتي لميا، واش ذهب؟ وي مريم هادشي ذهب 18 كارا اللي كاين في المغرب كامل البنات. فوالا لي باك شوفوا كيفاش كيجي اللور ديالهم، كيجي على شكل سلك ولكن صحيح شاد في راسو البنات. الثمن ديالهم فقط 600 درهم اللي هي 12000 ريال. بغيتي سلسله طويله على حساب الحجاب، بغيتي سلسله بوحديتها ولا معها التعليقه، انا غادي نوريكم اصلا لي موديل. فوالا شوفوا هذه اللي ديجا انا لابساها ليكم، الثمن ديالها فقط 26000 ريال. بشحال كتصايبوا السلسله بالاسم تكون غليظه شويه. ريم رانيا كتبدا من 900 درهم والفوق على حساب تقريبا. بغيتي انت سلسله غليظه تقام عليك بدين 2500 على حساب السمية، تقدر تجي قل تقدر تجيك زايدة على هاد الثمن هذا. شي خاتم الزواج إيه شحال الجرام تقريبا البنات داير 430 درهم عاد كل خدمة والثمن ديالها. ختي رادكو كنت غنساها، فوالا البنات رادكو الثمن ديالها 5400 درهم. الرادكو اللي مازال في ستوك حاليا الثمن ديالها فقط 5400 درهم اللي هي 108000 ريال. بالنسبه لا ليفريزون راها فابور في المغرب كامل، توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك عاد تخلصي لا كوموند. اهلا وسهلا ام ابرار. فوالا الرادكو الثمن ديالها فقط 5400 درهم اللي هي 108000 ريال. فاتين ديجا انا وريتك هادي فوالا اللي مازال في ستوك، الثمن ديالها 5400 درهم. وريني البالات هي على الراس والعين. غادي نحيدو لي باك، غادي نوريكم باك كيجي على شكل بابيون. شوفوا كيفاش كيجي البنات، كيجي غزال. فيه هنايا هاد لي بول هادو في جناب، فوالا كيفاش داير من اللور. الثمن ديالو 32000 ريال. شوفوا كيفاش كيجي حتى في اللبسه كيجي غزال. مرحبا سلمى اختي لطيفه لطيفه، مرحبا الف مرحبا. السلسله اللي فيها العماره بشحال هذه البنات؟ الثمن ديالها 26000 ريال. فوالا هاد لاباك الثمن ديالو 1600 درهم اللي هي 32000 ريال. وغادي نوريكم باك غزال. فوالا شوفوا في حجيرات هنايا في البلو، شوفوا الديزاين معرفش غادي يجي قدي ما جاش قدي، ولكن غنلبسو هنا باش يكون واضح مزيان. الثمن ديالو هذا البنات 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. مريم بغيت شي سوطواغ، عطيني شي سوطواغ ديال الورده ولا. فوالا البنات هاد لاباك هذا الثمن ديالو فقط 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. بارطاجيتي البنات ما تنساوش بارطاجيو اللايف. وغادي نوريكم لاباك ديال 3 دي البنات اللي باغيين يشريو كادو. فوالا هاد لاباك هذا بغا يشريو كادو الام ديالهم، ها هو خليه. الثمن ديالو فقط 1200 درهم اللي هي 24 فيه. البنات لي كومونتير كيطلعوا لي بالزربه، راه ما يمكنش انا بغيت نشوف غير اسمها هاندي ما هي اللي كتصيفط لي. شكرا لك بزاف على التعامل الزوين. للي خطيك راشه مرحبا الف مرحبا. اسمها هان واحد السيده بغات تشوفك ولكن ما غاتبغيش تباني، المهم هي كتسلم عليك حتى هي كتسلم عليك. اصلا ما غاديش تبان. لا عطيني الصوت واخا ماشي مني الصوت. اه تصوني لك ابل فيديو في واتساب وتشوفك صافي حبيبات. ام اري شكرا لك بزاف. ام اري صيفطت لي ميساج بريفي وسولات فيا وفي بنيتي. راتكو شحال فيها من غرام؟ هادي انا نقول لكم بالضبط شحال فيها، تقريبا 11 غرام. فوالا الثمن ديالها فقط 5400 درهم. بالنسبه هاد لي بوكل هادو راه ديجا لابسه لكم السنيسله ديالهم. لي بوكل الثمن ديالهم 26000 ريال، السنيسله حتى هي 26000 ريال البنات. وكاين حتى هاد لاكولور هذا
فوالا كاين الفيغ وكاين الغوز. بزاف ديال الناس سولوني على واش كاين الفيغ، فوالا راه دخل ستوك دابا. حاولوا البنات تستافدوا من هاد لا برومو هادي، الثمن ديالهم فقط 26 ريال. الصوره كتوقف وكيبقى غير الصوت. الله الله، داخله مريم، ايمان ايمان، بغي نقول ايمان، قلت مريم. ها مزيان، وانا باقا تما راني فاتة. بغيت شيرات كتكون 15 غرام 16 غرام بالنسبه. الا بغيتي يا سناء نوجدها لك ماشي مشكل، دوزي عندي اون بريفي وناكد لك الثمن شحال. يا الهي، ما هذا ما هذا يا هذا لطيفه، ديك راتكو شحال فيها من غرام؟ جاوبيني، فيها تقريبا السهام 11 غرام. ولي كومونتير، يا سلام يا سلام يا سلام، لي كومونتير يطلعوا بالزربه. مبروك الزياده لهلا خطيك يا مريم، شكرا لك بزاف. لا كنسمعوك مزيان، الصوره مزيانه، التعامل زوين والبنات زوينين، غادي نجي نشوفكم. هذاك هو النهار كبيره ام وسيم، مرحبا الف مرحبا البنات اللي بغات تجي عندنا المحل على الراس والعين، هذاك هو النهار الكبير عندنا. فوالا البنات، نعاود نوريكم هاد السنيسله مع لي بوكل ديالها، كيجيو خطيرين، وغنوريكم طبيعه الحال دي بوكل وحدين اخرين حتى هما كيجيو حلوه. فوالا كنا في هاد لاباك هذا ديال لاباك ديال 3 دي، الثمن ديالو فقط يا رغدت من غدا عيد المراه، الثمن ديالو 1200 درهم اللي هي 24 الف ريال. السلسله اللي في عنقك واش غليظه وديال الكوغميت؟ بالنسبه هذه السكينه السلسله ديال نيلو اللي رقيقه ولكن صحيحه البنات، شوفوا كيفاش كتجي. انا غادي نزومي باش تبان لكم مزيان. فوالا، وهاد الشوكر هادي الثمن ديالها غير 700 درهم اللي هي 14 الف ريال. انا شنو درت اختي؟ الا بغيتي السلسله اللي في عنقك بلا التعليقه، الا بغيتي هادي بوحديتها الثمن ديالها 15 الف ريال، ولكن من الاحسن خديها بالتعليقه، تقام عليك رخص. حتى انا توحشكم ام محمد، لهلا يخطيكم. ودابا غادي نوريكم لي باك د مارياج. فوالا، غنبدا لكم بهذا المارياج، هذا كيجي على شكل كاري، شوفوا اللبسه ديالو كيفاش كتجي، الصوت والصوره كلشي مقاد. شكرا حياتي، لي خطيك اللايف قدام كلشي هو هذاك. سيبون، بالنسبه لبنات المارياج كيف ما كتشوفوا معايا، الثمن ديالو 2400 درهم اللي هي 8 2400 اللي هي 48 الف ريال. فوالا كيفاش كيجي، كيجي غزال. فيه هنايا فيس كلو كيف ما كتشوفوا، نتمنى يكون واضح مزيان، كيجي فيه هنايا فيس وهذا كلو كيف ما كتشوفوا، نتمنى يكون واضح ليكم. الثمن ديالو 2400 درهم اللي هي 48 الف ريال. السلام عليكم اختي عزيزه، تحياتي ليك، مبروك البنيه، تكون زياده الخير ان شاء الله، امين يا ربي. شكرا لك بزاف اخويا محمد، كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نوريكم مارياج واحد اخر حتى هو. فوالا كاين هذا المارياج، شوفوا 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 اللبسه، شوفوا اللبسه كيفاش كتجي. لويزه حبيبتي ما عندناش، قدري تقولي لي الدوره هذا الخاتم اللي في يدك؟ بالنسبه جميله، لي طاي كاملين كاينين في ستوك، غير اي حاجه بغيتوها ما عليكم، غير ديروا ليها سكرين، دوزوا عندنا الميسنجر ولا الواتساب ديالنا، حنا غادي نقول لكم الطريقه كيفاش تصيفطوا لنا القياس ديالكم. طريقه سهله البنات، ما عليكم نتوما غير ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم. بالنسبه هاد مارياج هذا، فوالا كيفاش كيجي، راه طبيعه الحال راه باين، الثمن ديالو 2200 درهم اللي هي 44 الف ريال. البنات ما تنسوش بارطاجيو اللايف، شكرا ليك بزاف ربيعه الهلا يخطيك. الخلخال هذا اللي لابسه الثمن ديالو 1300 درهم اللي هي 26 الف ريال. وبالنسبه للمارياج الثمن ديالو 2200 درهم اللي هي 44 الف ريال، كيجي على هذا الشكل هذا. وغادي نوريكم ثوازيام مارياج، فوالا شوف ديال التاج، كيجي على شكل تاج، الثمن ديالو 2600 درهم اللي هي 52 الف ريال، 52 الف ريال. غورميطا الخريشه تناول الثمن ديالها 2300 اللي هي 46 الف ريال، راه ممكن تسدوها في اي عوينه بغيتو على حساب اليد ديالك، فيها لي بوندونتيف قاصحين. بالنسبه للمارياج الثمن ديالو 2600 اللي هي 52 الف ريال. وكاين هذا المارياج هذا
فوالا هذا البنات الثمن ديالو 1800 اللي هي 36000 ريال، 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. وغادي نوريكم لي مارياج كاملين، فوالا مارياجات كاملين اللي وريتكم كيجيو على هذا الشكل. هذا ديك الباك الكارتي اللي في يديك شحال فيها من غرام فاطمه الزهراء؟ هادو كيتباعوا الموديل ماشي الغرام. اختي هادي عافاك السلسله اللي لاصقه عنقك بشحال. بالنسبه هاد الشكر هادي البنات الثمن ديالها فقط 700 درهم اللي هي 14000 ريال. وبالنسبه للسنيسله اللي فيها هاد الحجيره في الفيغ الثمن ديالها 1300 اللي هي 26000 ريال. لي بوكل ديالها حتى هما 26000 ريال. شوفوا كيفاش كيجيو، ولي مارياج كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجي شي حاجه اللي غزاله. مبروك عليك زياده، تربى في خيرك، امين يا ربي سعدية. شكرا لك بزاف، سلمي على سعاده الزين. مرحبا، الف مرحبا ام اريج، مرحبا بسلامك. انا سمعتك ما عرفتش واش الناس سمعوك ولا ما سمعوكش. ودابا غادي نوريكم السطواغ. بالنسبه للسيده اللي بغات تشوف سطواغ، السيده اللي دايره الحجاب مريم، هادي لبس عليها فوالا. انا غادي نلبس لكم هاد السطواغ هادي ديال الورده. شوفوا اللبسه ديالها كيفاش كتجي، فوالا اللبسه مريم. شوفوا اللبسه كيفاش كتجي، نتمنى يكون واضح لكم مزيان. ديال الوريده كيجي خطير في اللبسه ديالو. بالنسبه لي بوندونتيف ديالها فيها 6 ديال لي بوندونتيف، فيها هنايا هاد الحجيرات ديال لي بول فوالا. كيفاش كيجي. بالنسبه السنيسله ديالها ديال الشوبار راه ممكن تسديها في اي عوينه بغيتي. بالنسبه عصير الصابون حبيبتي ما عندناش ليلى، حلقات الاناناس شحال الثمن؟ كاينين تاع 1800 ومكتب. دوزي عندي اون بريفي نوريهم ليك. بالنسبه هاد سطواغ هادي الثمن ديالها 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. والمحل ديالنا راه كنتواجدوا في مدينه سطات بالضبط قصريطه رجاء الشاويه، وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. فيما كنتي في المغرب البنات توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك، فيما كنتي من طنجه للكويره توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك وعاد تخلصيها. عجبتك لا كوموند بصحه وراحه، ما عجبتكش ترجعيها لينا، نرجعوا لك فليساتك، كنقطعوا منهم غير لي فري دي ليفريزون. هادشي كامل ما تفوتوش غير 24 ساعه. الخريشات لي في يديك الثمن ديالها البنات 2300 درهم اللي هي 46000 ريال. شكرا ليك بزاف فاطمه هيثم الهلا، يخطيك على الكومونتير الغزال. بالنسبه للسطواغ البنات قلت لكم الثمن ديالها 3000 و 500 درهم اللي هي 70000 ريال، 3500 درهم. بالنسبه للشوكر اللي لابسه كاينه هاد الشوكر هادي حتى هي غليظه، كاينه هادي رقيقه السلسله ديالها رقيقه ولكن صحيحه البنات. وكاينه حتى هادي، حتى هادي الثمن ديالها فوالا انا غادي نقادها، الثمن ديالها 45000 ريال اللي هي 2250 درهم. كاينه هاد الشوكر هادي الغليظه السلسله ديالها غليظه، راه ممكن تزيدوا فيها لي بوندونشيف وين كل واحد وذوقه. كاينه هادي الثمن ديالها 2250 درهم ليا 45000 ريال، وهادي فقط 700 درهم اللي هي 14000 ريال. نشوفو مبروك عليك راكي عزيزه، شكرا لك بزاف حسنه الهلا يخطيك. يجي لي كومونتير، لي كومونتير منوره غزاله، شكرا بزاف. شي مارياج 1000 درهم، لي مارياج كيبداو من 1350 درهم والفوق البنات. كلشي ديالكم زوين، الله يسر الامور، امين يا ربي عزيزه. بابا ورينا اختي براسليات هما الاولين البنات. اول حاجه غنبدا لكم بهاد النباله هادي، الثمن ديالها 3800 درهم، 3800 اللي هي 76000 ريال، 76000 ريال. راكي منوره مبروك زياده، تربى في عزكم ان شاء الله، امين يا ربي. ام اسراء ورينا لي بوكل، مرحبا ام انور. انا غادي نوريك اول حاجه بهاد لي بوكل هادو اللي لابسه الثمن ديالهم 26000 ريال. وبالنسبه هاد النباله هادي الثمن ديالها 3800 اللي هي 76000 ريال. الخاتم اللي في يديك ديال الحجره عاودي وريه ليا نشوفو
بالنسبه هذا كان ديال الحجره، يمكن هو هذا الثمن ديالو 1400 اللي هي 28000 ريال. بشحال الحوالق والسلسله اللي دايره، كل حاجه جبنا الثمن ديالها 1300 اللي هي 26000 ريال. انا غنجي عندك افاشي ان شاء الله، ناخذ من عندك لبناتي بعد عيد ان شاء الله. الله يستر ليك راكي عزيزه. شكرا ليك بزاف في الكومونتير مشى، مرحبا الف مرحبا. وقيله قريت وهيب نور وما عرفت، يمكن قريت وهيب نور صيفط شي كومونتير ومشات ليا. فوالا بالنسبه هذه الثمن ديال 3800 درهم اللي هي 76000 ريال. هكاك ايمان هكا حلي حلي ليا، بغيت هذيك اللي في عنقك ما عرفت واش تجي قدي حسنا. حلي ليا البراسلي براسلي. بالنسبه هاد السنيسله هادي الثمن ديالها 1300 درهم، هادي القصيره كان عنقك عامر ولا انتي تبغي تلبسيها طويله، تاخذي الطويله فيها 45 سنتيمتر زايده غير ب 500 درهم. شكرا لك بزاف فاطمه هيتام ام اسراء اللي يخطيك. وغادي نوريكم شي حاجه طاحت لي وما عرفتش شنو. واخا بلاتي. بالنسبه للبراسليات كاينه هذا ديال البنانه كيجي فيه اكس في الوسط، شوفوا كيفاش كيجي. الثمن ديالو 5500 درهم اللي هي 110000 ريال. بغيت طولات ما فهمتش راضيه محمد شنو بغيتي بالضبط. انت من اكادير، المحل ديالنا كاين في مدينه سطات وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. فوالا البغاسي ديال البنانه كيجي على هذا الشكل، هذا الثمن ديالو فقط 5500 درهم، هذا الوحيد البنات اللي مازال في ستوك. البنات ما تنساوش بارطاجيو اللايف. فوالا كيفاش كيبان، كيجي غزال صراحه هاد البغاسلي هذا. انا غادي نوريه لكم في السيبوره ديالو، الثمن ديالو 5500 درهم. وغنوريكم هاد دو بغاسلي هادو. كيجي على هاد الشكل هذا، شوفوا البنات الثمن ديالو 2700 درهم اللي هي 2700 شحال، أربعة وخمسين. تسكتي. الثمن ديالو البنات 54000 ريال، 2700 درهم اللي هي 54000 ريال، هو غير على حساب القياس كبير عليا شويه. الثمن ديالو فقط 2700 اللي هي 54000 ريال. حبيبتي عزيزه ما يمكنش ما نكونش في اللايف ديالك، موت شكرا لك بزاف وهيب نور. كنقول راك صيفطتي شي كومونتير ولكن ما شفتوش. مرحبا الف مرحبا. وكاين حتى هاد لو بغاسلي هذا الثمن ديالو 2400 درهم. فوالا هذا جا قدي 2400 اللي هي 48000 ريال. المسراره كنبيعوا الذهب 18 كاره اللي كاين في المغرب كامل زيد 50 درهم ولا 500. بالنسبه للطول ديال هذه كتزاد 50 درهم. بغيت هذيك شوكر، هذه راه كاينه الطويله ديالها حتى هي زيد 50 درهم وفيها حتى عوينات اللور، يعني ممكن تسديها فيهم. الثمن ديالها فقط 700 درهم. اي حاجه بغيتوها ما عليكم غير ديروا سكرين. مرحبا الف مرحبا. فوالا البغاسلي الثمن ديالو 2400 اللي هي 48000 ريال. وبالنسبه للخلخال الثمن ديالو 1300 درهم. عاودي لبسي هذاك ديال 3800 درهم، عرفتي مع مزير. احلام ريتاج شكرا لهلا يخطيك. فين في سطات؟ المحل كاين في قيصريه الشاويه الرجاء. اعطيني يا مريم معاك طروات دي كبير خاتم. فوالا نبالة الثمن ديالها 3800 اللي هي 76000 ريال. وبالنسبة لاكوغميت اللي لابسة ديال الخريشات الثمن ديالها 2300 اللي هي 46000 ريال. نشوفك شي اجا. فوالا نتمنى يكون واضح ليكم مزيان. فوالا اللور ديالو كيفاش كيجي 3800 درهم. بالنسبة لاباك ديال 3 دي الكبير هو هذا، الثمن ديالو 1600 درهم اللي هي 32000 ريال. وي سرائيل صح مريم الحياني الهلي خطيك لاباك بنانه يخليك. شحال كاين رقيق الثمن ديالو 750 درهم. فوالا لاباك كيفاش كيجي الثمن ديالو 1600 اللي هي 32000 ريال. 1000
1600 اللي هي 32000 ريال. خلصتي البنات فاش قلتي زايده 500، 50 درهم ماشي 500. الا قلت 500 كذبت عليكم. خواتم زواج ديجا وريتهم، كاينين انا غادي نعاود نوريك هادو كيجيو على هذا الشكل. هذا هذا الثمن ديالو 2400، هذا 1800، وهذا 2200 درهم. شوفي ما بقاش سميتين نزهه. بلاتي بلاتي نبلوكي، انا رجعت نبلوكي بلوك. واش ممكن تقربي لي السلسله في عنقك شويه اللي دايره 1300؟ مرحبا، انا غادي نوريها لك. كاينه في الخضر وكاينه حتى في الغوز. فوالا كيفاش كتجي، هي البوندونتيف ديالها راه ماشي كبير، عادي. انا غادي نوريه لكم باش تشوفي قد صبعي، على حساب الصبع. الثمن ديالها فقط 1300 اللي هي 26000 ريال. وانا كنتسنى نوريكم واحد لي بوكل هادو. صافي ساليت انا لي بغاسلي، ساليت لي بغاسلي، ساليت لي باك، لبسي السلسله الخريشات. مرحبا، انا غادي نلبس لكم دابا، نلبس لكم دابا سنيسله ديال الخميسات. نلبس لكم لاشين ديال الخميسات غزاله. بغيت الثمن ديال قلوي. شنو بغيتي ام عمران؟ بغيتي انصومبل كامل؟ حيت كاينه كل حاجه بوحدها. فوالا الخميسات كيفاش كيجيو، السنيسه ديال الخميسات كتجي خطيره البنات. فيها جوج ربع ستة سبعه ديال لي بوندونتيف وقاصحين، يعني ماشي شي حاجه اللي خفيفه دغيا تزكرد البنات. الثمن ديالها فقط 800 درهم اللي هي 16000 ريال. شوفوا كيفاش كتجي، حتى اللبسه ديالها كتجي خطيره، شحال كدير الخلاله. هاد الخلخال هذا 1300 اللي هي 26000 ريال. بالنسبه للسطواغ اللي لابسه الثمن ديالها 3500 اللي هي 70000 ريال. بالنسبه للسنيسله ديال الخميسات كتجي على هذا الشكل هذا، الثمن ديالها فقط 800 درهم اللي هي 16000 ريال. جليله الصبيحي ولي كومونتير، يا سلام يا سلام. عافاك ممكن توريني اونصومبل مارياج وخاتم وبغاسلي والثمن محتاجه؟ مرحبا، انا غادي نوريك موديل، غير خليك معايا عيار شحال. هادشي كامل ذهب 18 كاره اللي كاين في المغرب كامل. بالنسبه هذا كتجي غزاله، كتبرزطني في عنقي. بالعكس ام وسيم، هادي راه ديريها ونسيها، راه كتجي غزاله حتى في اللبسه ديالها. فوالا كيفاش كتجي، الثمن ديالها فقط 800 درهم اللي هي 16000 ريال. بغيت نجاوبك ولكن ما قدرتش كيفاش ندير ليه. هاتي لي كومونتير البنات، حاولوا البنات بارطاجيو اللايف. الله يخليك، خرجت وعاود دخلت، مرحبا الف مرحبا. ولكن قلتي شي كومونتير قبل راني ما قريتوش. اش من مدينه انتي؟ انا غنجي نشري. مرحبا الف مرحبا، حنا بنين ستاج وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. تتوصلك لا كوموند ديالك عاد تخلصيها، هاني معاك، اهلا وسهلا. بشحال داكشي وحاجه والثمن ديالها. بالنسبه لبغاسلي اللي لابسه انا، الثمن ديالو 3800 درهم. الخلخال 1300 اللي هي 26000 ريال. بالنسبه للسنيسله ديال الخميسات الثمن ديالها فقط 800 درهم اللي هي 16000 ريال. حاولوا اي حاجه البنات عجباتكم ما عليكم غير ديروا ليها سكرين، صيفطوها لينا الواتساب ولا في ميسنجر. نيمو الواتساب ديالنا راه هو 07 00 79 77 71. او غادي نوريكم. او غادي نوريكم فوالا السنيسله ديال لي بول. سولي بوشرة، سولي بوشرة. برافو. سميتي نزهه، انا ما فهمتش لي كومونتير، عاد تزيد الاخرين ما عرفتش واش كتبوا. عافاك قولي لي واش ذهب في انواع، جاوبيني. وي حبيبتي وداد، هادشي ذهب 18 كاره اللي كاين في المغرب كامل، هادشي اللي غتلقاه هنا في المغرب، ما غتلقايش قل ولا اكثر. مشيتي برا المغرب ممكن تلقاي اكثر، ممكن تلقاي قل.
بغيت اونصومبل ديال 3 دي ديال 50 مع الخاتم اوفال ديال 50 ب 50، ما كاينش اونصومبل ب 50 ديال 3 دي ديال 3 دي ديال 3 دي. ما شفنا هو فين هذا، نوريك هذا لونصومبل هذا نوريك هذا الانصومبل ديال 3 دي، هذا الثمن ديالو 3900 درهم. بالنسبه لا ليفريزون سونيا راه فابور في المغرب كامل، لونصومبل كامل الثمن ديالو 3900 درهم، 3900 درهم. بيت الخميسات كيفاش تواصل معاكم؟ مرحبا الف مرحبا. السنسه ديال الخميسات فوالا هي هذه، ديري ليها سكرين. دوزي عندنا الميسنجر ولا الواتساب ديالنا راه ديجا ايبانغلي، خلي لنا غير السميه الكنيه لادريس نيمورو التليفون ديالك وحتى لا فوتو ديال لاغسيك اللي بغيتي باش لا كوموند ديالك ندوزو هذيك في اقرب وقت. وقبل ما نصيفطوها ضروري ما نتصلو بيك ونأكدو عليك الوقت امتى توصلك. بالنسبه هذا الثمن ديالو 1300 درهم. وبالنسبه السنيسله ديال لي بولا البنات كتجي على هذا الشكل، هذا الثمن ديالها فقط 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. وريني زواهك ديال الخاتم، ما عرفتش اين خاتم بغيتي بالضبط. بغيت العود، العود القمري يكون في ابي الغالي، هي ما كايناش ابي الغالي كاينه امي الغاليه. فوالا كيفاش كتجي، الثمن ديالها 1500 فيها لي بول 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. بالنسبه عود القمري انا غادي نوريكم هذا فيه الخيط، كاين هذا امي وكاينه امي الغاليه. فوالا امي الغاليه هادو الثمن ديالهم فقط 600 درهم اللي هي 12000 ريال. 12000 ريال هي هذيك. فوالا كاينه امي وكاينه حتى الخميسه البنات، كاينه امي كاينه الخميسه وكاينه امي الغاليه. فوالا دابا واضحه لكم مزيان، امي الغاليه الثمن ديالهم فقط 600 درهم اللي هي 12000 ريال. اختي ديك الشوكر، بالنسبه للشوكر الثمن ديالها 700 درهم اللي هي 14000 ريال، وهادو 600 درهم اللي هي 12000 ريال. وغادي نوريكم لي بوكل، انا غنلبس لكم هاد لي بوكل هادو. دخل الانستغرام انا غادي نوريكم لي بوكل. اول حاجه غادي نبدا لكم بها دابا، نكملوا لي الشي بوندونتيف. دخل الانستغرام كاينه هاد لا شين بوندونتيف، هادي لي زونصومبل اللي كون الثمن ديالهم ما فاتش 4000 درهم. كتقول 4000 درهم، انا هي كيجوني داك لي زونصومبل اللي كثر من 4000 درهم في بالي. اه قل من 4000 درهم اونصومبل، قل من 4000 درهم. اعطيني اعطيني هاد لونصومبل هذا اللي في، لا لا لتحت لتحت تحت، سيري من لها، لا لا فوق لها، شوفي هذاك هذا صافي. هذا دابا ليا قل من 4000 درهم واخا ما كاملش. فوالا كاينه هاد لاشين بوندونتيف كتجي على شكل مصحف، شوف كيفاش كيجي البوندونتيف ديالها. فوالا من اللور لاشين ديال ايبي، بطبيعه الحال غادي نلبسها ليكم باش تشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. بغيت ناخذ المرتي عافاك شي سلسله. مرحبا الف مرحبا خويا عبدو، دوز عندنا البريفي ونقترحوا عليك لي موديل. شوف البيدجي ديالك انت شحال، على سلامتك. اش ولدتي مينا ولات بنوته؟ فين كاينين المحل ديالنا؟ رشيده كاين في مدينه سطات، وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. واش كيكون افونس قبل ما تصيفطوا؟ لا شاهد كريم، بالنسبه اي حاجه بغيتيها نصيفطوها لك بلا افونس، الا كتكون شي حاجه سور كوموند خاصها توجد سبيسيال ليك انت ضروري افونس. اي حاجه بغيتي سنيسله ديجا كاينه ولا شي حاجه، هادي بلا افونس بلا حتى شي حاجه. واش اختي واش نسيتي اونصومبل 3 دي سنيسله والحلقات ديال 50000؟ ما عرفتش هادي سنيسله، ايه صافي عرفتهم، ولكن مابقاوش 50 كاينو 50. الكاميرا نشوفو مزيان. فوالا البنات الشوكر كيفاش كتجي، الثمن ديالها 700 درهم اللي هي 14000 ريال، هادي ديال لي بول الثمن ديالها 1500 اللي هي 30000 ريال. وبالنسبه السوطوار
كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للبنات اللي محجبات دايرين فولار كيجيهم هاد لاشين غزاله الثمن ديالها 3500 درهم، وبالنسبه هاد السنيسله البلديه 7500 اللي هي 150 الف ريال، 150 الف ريال البنات. فوالا كيفاش كيجي، كيجي غزال بوندونتيف مع لاشين، كيجيو رائعين البنات. الثمن ديالها 7500 اللي هي 150 الف ريال. اي حاجه بغيتوها دوزوا عندنا الخاص وما يكون غير خاطركم. ثمن التعليقه بوحديتها، التعليقه بوحديتها تقريبا هذه غتكون دايره ديك 5000 درهم التعليقه بوحديتها. دوزي عندي اون بريفي ناكد لك شحال الثمن ديالها كامل 7500 اللي هي 150 الف ريال. بالنسبه هاد لونسومبل هذا فيه سنيسله لي بوكل مع لاشين بوندونت، سنيسله لي بوكل ولا باك، الثمن ديالو 2700 اللي هي 54 الف ريال، 54 الف ريال البنات. واش كامل ذهب ولا مخلط؟ هادشي كامل ذهب 18 الكارة اللي كاين في المغرب كامل. وداد من الاحسن تجي عندي اون بريفي باش نوريك لي موديل. بالنسبه هذا الثمن ديالو 1300 درهم اللي هي 26 الف ريال. بغيت نوريكم دي بوكل وما فكرتونيش فيهم، ها هما فوالا لي بوكل. شوفي 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 شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو خطيرين البنات. الثمن ديالهم فقط 3000 درهم اللي هي 60 الف ريال. فوالا لي بوكل غزالين 2700 درهم. والسلسله كتنقص ما عرفتش اين هو اللي كتكلمي عليه بالضبط. شحال الغرام داير تقريبا 430 درهم عاد كل خدمه، والثمن ديالها اختي السلسله ديال الكوغمات بشحال عافاك. الا كنتي تكلمي على الرادكو كاينه هذه اللي نازله في ستوك الثمن ديالها 5400 درهم اللي هي 108000 ريال. بالنسبه لي بوكلي ديجا انا لابسه هادو 3000 درهم، وهادو اللي فيهم لوزه وحده الثمن ديالهم 1300 اللي هي 26000 ريال. فوالا كيفاش كيجيو، كيجيو خطيرين. عافاك بغيت بغاسلي كارتي رقيق شحال الثمن ام سيف؟ دوزي عندي اون بريفي نوريه لك حيت انا كاع ما موجوده هنايا. الثمن ديالو كاين ديال 1700 درهم، 1800 دوزتي واش مضوبل من الداخل؟ لا ما مضوبلش هاد التخواط دي. فوالا كيفاش داير، الثمن ديالو 1600 درهم البنات، ما مضوبلش ولكن صحيح. كيفاش ندير رشيده؟ اي حاجه بغيتيها دوزي عندنا الخاص، يا اما الميسنجر ولا الواتساب. كيكون شويه الضغط ما كنجاوبوكمش دغيا، ولكن غير صبروا معنا كونوا متاكدين باللي غادي نجاوبوكم. وغادي نوريكم بغاسلي ديال الفروج، شوفوا البنات الموديل ديال الفروج غادي نلبسو ليكم باش تشوفوه مزيان. فوالا شوفوا البغاسلي ديال الفروج كيفاش كيجي. انا اختي بغيت نشري، انت ما كتجاوبيش نهاري كتعصبي اختي، راه ما يمكنش نجاوب لي نجاوب كاع الناس كاين هنا. اي حاجه كنقول لكم، اي حاجه بغيتوها دوزوا عندنا الميسنجر ولا الواتساب غادي نجاوبوكم، حيت ما يمكنش نقرا لي كومونتير كاملين. واش ممكن توري ليا شي تعليقات تكون كبيره؟ عندي سلسله خاصها تعليقات تكون موديرن. مرحبا فاطمه زهراء، انا غادي نوريك موديل غير خليك معايا. بالنسبه هذا البغاسلي هذا الثمن ديالو 5600 درهم اللي هي 112000 ريال، 112000 ريال البنات. فوالا كيفاش كيجي، 112000 ريال 5600 درهم. ديري شكر في يدك نشوفها داكو غسلوى، انا غادي نوريها لك في يدي. غادي نوريها لك في يدي كيفاش كتجي. شكر هي هادي. فوالا الشكر البنات كيفاش كتجي،
وهنايا كيف قلت لكم راه فيها عوينات فين ممكن تسديها. القصيره طويله حتى هي فيها هاد العوينات هذه باش تزيريها على حساب عنقك. فوالا نتمنى دابا يكونوا واضحين لك مزيان، تكون واضحه لك، ماشي واضحين لك، تكون واضحه لك مزيان. ديك السنسله اللي في عنقك اللي فيها علاقه كبيره شحال غير السنسله اختي بلا علاقه. ايناس بالنسبه للسنسله بوحديتها الثمن ديالها تقريبا 2500 درهم. فوالا كيفاش كتجي، الثمن ديالها فقط 700 درهم اللي هي 14000 ريال. وغادي نوريكم كم لي شيمبون دونتيف ديال ايت الكرسي. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على لي شيمبون دونتيف ديال ايت الكرسي، كاينين هادو نبالي اللي في يديك شحال، هذه البنات الثمن ديالها 3800 درهم. فوالا ايت الكرسي البنات كاينه هذه 900 درهم، هذه 900، هذه 1200 درهم، وهذه 1100 درهم اللي هي 22000 ريال، هذه 24، هذه 18، وهذه حتى هي 18000 ريال. فوالا كيفاش كيجي. وغادي نوريكم هاد لونسومبل هذا ديال خريشات، الثمن ديالها 700 درهم، هذه 800، وهذه 700 درهم. لا غورميت دبليج ورده بشحال، دبليج ما عندناش دبالج. السلسله اي بي بشحال اللي في عنقك اميره امير، هذه الثمن ديالها 2500 درهم تقريبا، يعني على حساب الطول، تقدر تجي نازله تزيد في الثمن، قصار حتى هي تكون زايده في الثمن، المهم على حساب. هذه البنات كامله الثمن ديالها 7500 درهم. لا غورميت لي في يدي اللي ديجا انا لابساها الثمن ديالها 2300 اللي هي 46000 ريال. بالنسبه لا شيمبو دونتيف ديال خريشات هذه 700 درهم، لي بوكل 800، لا غورميت الثمن ديالها 700 درهم. وبغيت نلبس لكم انا دي بوكل وحدين اخرين ديال شانيل، بغيتكم تشوفوهم حتى هما كيفاش كيجيو في اللبسه ديالهم، كيجيو رائعين. انا غادي نلبسهم ليكم مع لا شيمبون دونتيف باش تشوفوهم كيفاش كيجيو، شي حاجه اللي باينه وعاطيه للعين. وريني 3 دي، يعطيني داك 3 دي اللي الفوق ايمان، 3 دي اللي الفوق بجوج عطيهم ليا. غادي نحيدو هاد السنيسله هادي. بالنسبه هاد لي بوكل هادو انا اللي ديجا لابسه هنا الثمن ديالهم 3000 درهم اللي هي 60000 ريال، كنت نقول 20000 ريال. صافي خلي هادي وغادي. بنات بالنسبه لي كومونتير كيطلعوا لي بالزربه راه ما يمكنش نقراهم كاملين، خلي ليا بحال اللي في عنقك. مرحبا الف مرحبا رشيده، غير ديري ليها سكرين وما يكون غير خطاك. هذه كانت جات مني. لبس ليكم حتى هي لهي هذا حي. هادشي راك عارفيني. فوالا شوف هنا هنا الهي الهي هذاك الهي شوفوا شوفوا السنيسله ديال شانيل مع لي بوكل ديالها. صراحه انا حمقوني حمقوني محمقوني. لي بوكل 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، لا شيمبون دونتيف 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. شوفوا كيفاش كتجي، كتجي باينه وعاطيه العين. بالنسبه هاد لي بوكل هادو الثمن ديالهم بوحديتهم 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. بالنسبه لا باك ديال كارتي الثمن ديالو 600 درهم، هذا راه رائع البنات وصحيح، الثمن ديالو 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. لا غورميت 2300 درهم. شوفوا السنيسله ديال شانيل مع لي بوكل ديالها كيفاش كيجيو، كيجيو واو البنات، شي حاجه اللي ما يمكنش. بالنسبه للمحل ديالنا كاينين في مدينة سطات بالضبط في قصريه رجاء الشاويه، وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. فوالا لونسومبل كامل اونسومبل هو هذاك ديال شانيل، الثمن ديالو لا شيمبون دونتيف 2000 درهم، لي بوكل 1300 اللي هي 26000 ريال. البنات ما تنساوش اي حاجه بغيتوها ما عليكم ديروا غير سكرين فقط باش نوريكم اونسومبل اخر.
سنيسلا مع لي بوكل. شي خاتم مخيا ما فهمتش مخيا يكون تو ما فهمتش كومونتير هذا واش ذهب كينقص بالمستخونيه. لا حبيبتي شكون اللي قال لك هذا الشيء؟ السلسله اللي دايره 150 بغيت غير السلسله بشحال وشحال فيها في الطول؟ فاطمه هيثم تقريبا الثمن ديالها 2500 درهم. دوزي عندي اون بريفي وتاكد لك شحال فيها في الطول. شوفي نتي الطول اصلا اللي بغيتي راه كاين. بالنسبه هاني دابا جايه لعندك 16 مرحبا الف مرحبا. لاشين 2000 درهم كيف ما كتشوفوا معايا ولي بوكل 1300 اللي هي 26000 ريال. غادي نوريكم سنيسله مع لي بوكل وحدين اخرين فوالا. كيجي ديالهم العمود يعني شي يلا مالي وحلت اوبس. وبغيت نلبسها ما تقولش هي ما غنلبسهاش. ما بغاش تلبس ليا عكست ليا. غادي نوريكم هاد البوكل هادو مع لاشين ما بغاش تلبسو فوالا. سنيسله مع لي بوكل. بالنسبه لي بوكل الثمن ديالهم فقط 700 درهم اللي هي 14000 ريال. لاشين بوندونتي في 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. سنيسله انا غادي نلبسها باش تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. الثمن ديالها فقط 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. غنحيد هاد لاشين. فين كاين عندكم المحل؟ المحل ديالنا راه كاين في مدينه 16 وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. الكورميت ديال العنق شحال دايره؟ ام اسراء مازال حاليا وحده في ستوك. الثمن ديالها 5400 درهم. فوالا شوفوا السنيسله كيفاش كتجي. الثمن ديالها 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. البنات كتجي غزاله. بالنسبه لي كوردون غنوريكم هادو ديال التاج. الثمن ديالهم فقط 600 درهم اللي هي 12000 ريال. هذيك خميسه لي في يديك. هذه الثمن ديالها 1300 اللي هي 26000 ريال. بالنسبه لبنيتات الصغار كاين هاد شواغوفسكي هذا ديال بنيتات الصغار فيه بوندونتيف ديال هيلو كيتي. الثمن ديالو فقط 300 درهم اللي هي 6000 ريال. كاين هاد بوندونتيف هذا شواغوفسكي الثمن ديالو 300 درهم اللي هي 6000 ريال. وبالنسبه هاد لي كوردون هادو ديال التاج الثمن ديالهم 600 درهم اللي هي 12000 ريال. بالنسبه هاد السنيسله هادي الثمن ديالها 1000 درهم وهاد لي بوكل 3000 درهم. بالنسبه للسيده اللي بغات تشوف اونصومبل ديال 3 دي كاين هاد لونصومبل هذا 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. لي بوكل بوحديتهم 950 سنيسله 900 درهم. وكاين هذا سنيسله 2000 سنيسله 1600 درهم اللي هي 32000 ريال. لي بوكل 1300 الا خديتوهم بجوج كيبقاو لكم ب 2600 درهم فوالا. وهادو 1800 درهم فوالا كيفاش كيجي. وهذا لونسومبل كبير وهذا صغير. حاولوا البنات ديروا ليهم سكرين ومرحبا الف مرحبا. بالنسبه للبغاسلي اللي ديجا انا لابسه في يدي كاين هذا ديال نبالة الثمن ديالها 3800 درهم اللي هي 76000 ريال. وكاين لابسه لكم هذا الخلخه الثمن ديالو 1300 اللي هي 26000 ريال. ولابسه لكم هاد لاباك هذا الثمن ديالو 1400 اللي هي 28000 ريال. لاباك ديال كارتي 600 درهم اللي هي 12000 ريال. وبالنسبه لا غورميت ديال خريشات 2300 اللي هي 2300 اللي هي 46000 ريال. البنات ما تنساوش حتى اونصومبل ديال اللي دايرينو حاليا بمناسبه عيد المراه غادي نلبسو ليكم باش تشوفوه مزيان. ديجا دايرينو اون برومو دابا سنيسله مع لي بوكل الثمن ديالهم فقط 26000 ريال. انا غادي نلبسو ليكم باش تشوفوهم مزيان. فوالا
شوفوا البنات هاد لونسومبل هذا كيفاش كيجي سنيسلة مع لي بوك. لي بوك بوحديتهم الا بغيتيهم 750 درهم، سنيسلة بوحديتها 750 درهم. الا خديتوهم بجوج كيبقاو لكم ب 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. شحال داير ذهب الجرام؟ داير تقريبا البنات 430 درهم عاد كل خدمه والثمن ديالها. هادشي كله ديالك تلبسي اللي بغيتي. وبيدات ما لقيتي ما يدار، ما لقيتي ما يدار والله العظيم. عفاكش من حي انا قرب سطاج. بالنسبه للمحل ديالنا راه كاين في السونتر فيل، كاين في قصريه الشواء الشواء ويلي لا الشواء يلا تغادي يا حسره. قصريه الشاويه الرجاء اي واحد سولتي على القصريه غادي نعيطها لك. قصريه الشواء حلقات لي عطيني عطيني لي بوكل ديال قشور الحوت ديال 800 درهم. بالنسبه لي بوكل مع لا شيمبون دونتيف البنات الثمن ديالهم فقط، نحيد هادو باش نوريكم لي بوكل اللي ديجا اون برومو نسيتهم كاع كاع ما وريتهم ليكم. صافي حيدتها اخيرا. هاد لونسومبل هذا الثمن ديالو البنات 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. بالنسبه للشوكر اللي لابسه لكم الثمن ديالها 700 درهم اللي هي 14000 ريال. او فوالا دابا مزيان. فوالا البنات لي بوكل بالنسبه شي الناس اللي بغاو دي بوكل اللي خفاف ديال ديما كاينين هاد لي بوكل هادو ديال 3 دي ما عرفتش غيبانوا ليكم ولا لا ديال 3 دي كيجيو سميتهم قشور الحوت. لي بوكل 3 دي كيجيو على هذا الشكل هذا الثمن ديالهم فقط 800 درهم 800 درهم اللي هي 16000 ريال. شوفوا كيفاش كيجيو خفاف ظراف يعني ماشي شي حاجه اللي كبيره البنات ولكن صغيورين خفيفين زيونين الثمن ديالهم فقط 800 درهم اللي هي 16000 ريال. بغيتي دي بوكل تعمر بهم مديناتك تلبسيهم دائما ما عندك مناش تخافي الثمن ديالهم غير 800 درهم. وهاد لي بوكل مع لاشين 1300 اللي هي 26000 ريال. شكرا البنات 700 درهم اللي هي 14000 ريال. وبالنسبه لاباك 1300 1400 هذا 600 لا غورميت 2300 درهم. الخلخال 1300 اللي هي 26000 ريال. وبالنسبه هاد النباله هادي الثمن ديالها 3800 درهم اللي هي 76000 ريال. البنات الكومونتير كيف ما كتعرفوا كيطلعوا بالزربه راه ميمكنش نقراهم كاملين. شي وحده ما لقاش الكومونتير ديالها تسمح ليا ولكن دوز عندنا اون بريفي في ميسنجر ولا في واتساب ديالنا اللي هو 07 00 79 77 71. اي تساؤل اي حاجه عندكم مرحبا الف مرحبا خلينا ميساج وما يكون غير خاطركم راه سماها نجاوبكم. غير صبروا معنا كاين شويه الضغط ولكن كونوا اكيدين اكيدين غادي نجاوبكم على اي حاجه بغيتوها. وبسلام عليكم وما تنسوش مجوهرات فاشين تهيبي حتى لعندك.